لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا بويل هلا مع الهلا شوميلة شيخ تنوم لابته لابته وقفة شوميلة 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 شلال العريقة تنتزع الشوط الأول الرئيس انتزاعا بينما زمرة تحاول مع بن حسين البريدي حمد بن جرالة بن حسين ولكن زخرفة الصارم 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 يقدم زخرفة قامت أيضا الراس وتنهي هذا الشوط الأول الرئيسي وسلام يا الصارم سلام زخرفة مع المركز الأول زمرة تحاول يا سلام ولكن الصارم شعار الصارم مع زخرفة تنتزع ناموس الشوط بعد انتزاعها سيارة في المهرجان الماضي وهي تعيد الإنجاز تلو الإنجاز سلام يا الصارم سلام سلام يا زخرفة سلام تهانينا تهانينا والناموس محمد بن برقان بالحميدي بن مقارح على هذا الفوز المستحق المركز الثاني زمرة لحمد بن جرالة على المركز الثاني لا والله للمركز الثاني هناك هناك شعار حمد بن جرال البريدي 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 على المركز الأول البريدي مع مخلاب مع مخلاب مع مخلاب على المركز الأول على الصدارة المركز الثالث مكرم على المركز الثاني ينطلق للسيد راشد بن ناصر بن عبيد المريزيق المري على المركز الثاني مكرم مكرم مخلاب اللحظات الأخيرة مكرم كرموه بالناموس اليوم بالشوط الرئيسي كرم هذا الاسم يا السلام good afternoon لهذا الاسم ولهذا الشعار مساء الناموس يا راعي مكرم مساء الانتصار بن جبران محبة بن جبران انطلقت مع الناموس جابر بن سالم بن جابر بن جبران من يقدم لنا محبة في هذا الشوط المميز بشعار بن جبران بشعار بن جبران أرجوان تحاول ولكن محبة 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 بن جبران هو صاحب الكلمة هو صاحب الكلمة في هذا الشوط المميز سلام يا بن جبران سلام سلام يا محبة سلام تهانينا والناموس لمالك محبة جابر بن سالم بن جابر بن جبران على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار محبة مع الناموس محبة مع المركز الأول المركز الثاني يرجوان محمد بن بقيت بن برقان المركز الثاني المبتكر يتقدم للتحدي في مسار واندفاعة هذا الشوط الحذر برصيد السيارتين ولكن نايف 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 تسلل وانطلق فاجأ الجميع حمد بن محمد بن جرحب هنا يتقدم وينطلق ويسير نحو الانجاز والناموس نايف على الصدارة الحذر على المركز الثاني بشعارات الجرحب الكرام الحاضرين في هذا التحدي المستمر في هذه المنافسة المشرفة مع الأمتار الأخيرة ولكن نايف يحسم أمور هذا الشوط الداب حمد بن محمد بن جرحب المري ينتزع الناموس مع نايف تهانينا والف مبروك المركز الثاني الحذر علي من القادم الزعبي الزعبي الشرس على المركز الثالث العطية على المركز الرابع بوشريدة على المركز الخامس لكن أمور البداية بدأت الحركة بدأ الانطلاق بدأ الانطلاق طيش العنود العنود طيش وقفة 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 الله شوف الغاتمة شمعة 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 غاتمة وقفة وقفة الزعبي شمعة العطية بن دلحم وطيش بن مجدور والعنود الله يا الأسماء الحاضرة رباعية على الصدارة رباعية مع ذوات الغمغام والانطلاق مع البداية مع المقدمة الزعبي 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 قدم لنا وقفة وقفة وفي رصيدها موتر هذه البطلة من خطر
هنا بالمركز الاول بالصدارة، المركز الثاني عرفيت على المركز الثاني لمبارك بن حسين بن راشد الجربوعي هنا بالمصرقع وبقيادة عبد الرحمن، ولكن نعود الى بن صباح. يا سلام، هنا في مقدمة الشوط خوزان لمحمد بن صباح بن سيف الماجد النعيمي هنا مع المركز الاول هنا في المقدمة. خوزان 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 خوزان، سلام وتحية واحترام لانتزاع لنقطة هذا الشوط واندفاع خوزان. محمد بن صباح بن سيف الماجد النعيمي، تهانينا تهانينا والناموس تهانينا على هذا الفوز هنا في هذا الشوط. ينتزع هذا الناموس اللي هو خوزان محمد بن صباح بن سيف الماجد النعيمي المركز الثاني. ولكن البداية والصدارة افريحة افريحة والعنود بالذروة وايضا والمشرقع اللحظات الاخيرة، الله الله الله، بالذروة بالذروة مع العنود، العنود مع الفوز مع الانتصار. وهنا علي بن جابر بن جار الله بالذروة آل بريد ثاني الاسماء، هناك افريحة شماعة تحاول اللحظات الاخيرة، ولكن البداية هنا العنود علي بن جابر بن جار الله بن ذروة آل بريد فريحة تحاول اللحظات الأخيرة، ولكن العنود العنود العنود، تهانينا والناموس لعلي بن جابر بن جار الله بن ذروة آل بريد، تهانينا والناموس لمالك العنود ثاني الأسماء. وصلت انطلاقة الكبيرة، يصل في هذه اللحظة علي بن بخيت بن عويضة العذبة يتقدم على المركز الثالث وفي رابع المراكز، وصول من ملبي حمد بن جار الله بن حسين البريدي والقادم شعار بن سالمين بدأ يهاجم في هذه اللحظة من خلال تقدم جلمود. هذه النتيجة، لكن العودة إلى البطل شاهين 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 لم يستسلم حتى اللحظة. نتابع في هذا الأداء الكبير منذ البداية الأولى، وهو بطل لهذا الشوط، بطل لهذا الشوط، نجما لهذا الشوط، محمد بن علي بن حمد آل فيدة يطير بناموس هذا الشوط. سلام يا بن عايض، سلام، تهانينا والناموس على فوز شاهين بالمركز الأول وانتزاع ناموس هذا الشوط بجدارة. بينما ثاني المراكز مودة مودة مودة، يا سلام يا مودة، صالح بن ناصر بن صالح الغيثاني وشرح بن دلموك قادمة، ولكن طيش 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 على المركز الثالث هنا بشعار الزقيبة. الله، شوفوا طيش، شوفوا طيش اللي بدأت تتسلل، بدأت تغير، بدأت تغير من مركز إلى مركز إلى المقدمة مباشرة. الله يا طيش، الله يا طيش، راشد بن عبد الله بن راشد الزقيبة وعبد الله الزقيبة من يتابعها، وفهيد بن راشد، يا سلام، سلام وتحية واحترام، سلام للثنائي للثنائي أيضا هنا طيش لمالكها راشد بن عبد الله الزقيبة، ونهني أيضا من تابعها أيضا فهيد بن راشد البتلة المركز الثاني. نتابع هناك يا بند الموكة بند الموكة بند الموكة، راح راح مع مزعل، راح راح مع مزعل، وخاطب الأمجاد خاطب الأمجاد خاطب النواميس قائلا أنا للأمجاد التليد، قائلا أنا للمجد التليد باقي، قائلا أنا الباقي على المجد التليد، أنا الباقي للأمجاد. سلام يا مزعل، ولكن الوصول مع المركز الثاني، المركز الثاني يصل مصيحان، ولكن وصل العطية، العطية وهنا من يتقدم أشقر 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 أشقر، يا العطية يا العطية يا العطية مع أشقر. سلام لنا ورود يندفع مع الناموس ومع الامتار الاخيرة. وصلت رمس بشعار الزعبي والفايزة بشعار الدعية، ولكن 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 ورود
ورود مع الناموس، ورود مع الانتصارات هنا بشعار عبد الله بن جار الله بن علي آل نابت المري. سلام يا ابو جار الله، سلام سلام يا ورود، سلام سلام، تحية واحترام لهذا الشعار، لهذا الشعار، شعار الخطر، شعار الخطر هنا مع ورود، مع ورود احمر خطر هنا ابو جار الله حاضر في هذا الشوط المميز. تهانينا والناموس المركز الثاني. الانجاز الاخر برصيدك وبرصيدي هذا الشعار الكبير، هنا همام بدون اوامر وبدون تحريكات يقترب من انتزاع الناموس، وهذا الانتصار المميز بالشعار فهد بن ماجد بن محمد القحطاني يذهب بالناموس والانتصار باداء ولا اروع، برقص الرباعي ودفع تلغائي نحو الانجاز والانتصار. همام شد الهمة وانت تزع الناموس بشعار فهد بن ماجد بن محمد السحيمي القحطاني، فاز وانتصر مع اللحظات الأخيرة، وسلام للقحطاني، سلام، تهاني والناموس لفهد بن محمد بن ماجد، فهد بن ماجد بن محمد القحطاني على فوز همام وتحقيق للإنجاز بدون أوامر. ذروة معركة، معركة بلشة، الله يا الثنائي الجميل، الثنائي المميز آل بريد يقدمون لنا الحوار الثنائي بن ذروة، بن ذروة البريدي، حمد بن جر الله، حمد بن جر الله البريدي مقدم لنا، مقدم لنا بلشة صامدة بلشة، لكن معركة، معركة بن ذروة، بن ذروة، الله يا ليان، 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 الشرس، الشرس بانطلاق الشرس نحو اختطاف المركز الأول، لكن بن ذروة، بن ذروة الزعبي، الزعبي بن ذروة اللحظات الحاسمة، ليان يا ليان، ليان هي الخاطفة للمركز الأول. الثاني والتبريكات لسعيد بن بط الزعبي. الشوط يلا يا شهواني روح مع البداية مع صدارة هذا الشوط مع المركز الأول، بينما بن هدوان مع ثاني التحديات وأيضا شعار المدهش مع المركز الثالث، ولكن خلاص الشوط مع الشهواني عرض ولا أروع، عرض مميز بهذا الانطلاق يقدم لنا فشاق بتحدياته المميزة والجميلة، خالد بن سعيد بن خالد الشهواني يخطف نقطة هذا الشوط من خلال تواجد شعاره المميز وانطلاقة فشاق، عرض جميل ولا أروع يقدم لنا فشاق، سلام فشاق، سلام سلام الشهواني، سلام، أسعد الله مساك على هذا الفوز والانتصار، هنيالك الناموس على هذا الأداء المميز والجميل اللي قدمه أيضا فشاق في هذا الانطلاق والمسار المميز، تهانينا والناموس لخالد بن سعيد بن خالد الشهواني المركز الثاني. بن محمد بن شافي آل شافي، ولكن وصلت القادمة والمنطلقة همسة، مانع بن فرج الرزق يغير مع همسة من بدات ومن غيرت، واتتنا في الأمتار الأخيرة همسة، همسة، همسة على البداية، مانع بن فرج الرزق يتقدم مع همسة، ولكن مصالحة، مصالحة حمد بن قانم الهديفي مع مصالحة، ما شاء الله على هذا الأداء، مصالحة، مصالحة مع الفوز، مع الانتصار، حمد بن قانم الهديفي مشكور يا زيد، مشكور يا زيد بن محسن من يقدم لنا مصالحة، من قدمت العروض المميزة عند خط النهاية، تهانينا والناموس لحمد بن قانم بن سلطان الهديفي ثاني الأسماء. وصلت بن فهيد بن براك يتقدم على المركز الثاني مع هذه النجومية الثنائي الجميل على المقدمة على الصدارة، نتابع هذا الأداء من النداوي، النداوي، النداوي مع المركز الأول، النداوي، النداوي، النداوي يطير بناموس الشوط، يطير بناموس الشوط حتى اللحظة، حتى اللحظة منذ البداية وحتى هذه اللحظات بطل لهذا الشوط.
بشعار بن هدوان. من يقدم النداوي؟ علي بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان مع النداوي، والنداوي مع بن هدوان. مع اللحظات الأخيرة يثبت وجوده في هذا المساء. سلام النداوي، سلام النداوي، سلام سلام بن هدوان، سلام. تهانينا لعلي بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان على فوز النداوي وانتزاع ناموس هذا الشوط. بينما الله بن فرج بن عايض العذبي، ولكن شوف القدوم وصلت فين، يصل مقدما لنا انطلاقة شعاره، انطلاقة متعبة. بطحان بن محمد المسعود الدفين في رصيدها سيارة في مهرجان الأمير الوالد، تحضر هنا في هذا الانطلاق المميز، ولكن هنا عصاتها ببطانها هنا جبارة مع البداية بشعار العذبي، ولكن صدرت الأوامر مع الأمتان الأخيرة. الله يا سلام، تابع هذا العرض، تابع هذا الأداء المميز. عبد الله بن فرج بن عايض العذبي من يقدم لنا جبارة، طارت جبارة مع الأمتار الأخيرة. سلام العذبي، سلام سلام جبارة على هذا الأداء المميز والجميل. عرض الأروع تقدم جبارة مع الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس لعبد الله بن فرج بن عايض العذبي على هذا الفوز والانتصار بينما المركز الثاني. ولكن غير مغير 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 يا صالح يا صالح يا ناجح يا صالح يا ناجح يا فالح يا صالح. صالح بن محمد بن عاطف الرشيد من يقدم لنا مغير، وغير في هذه اللحظات وطار، طار 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 بالأمجاد طار بشعار البريدي. يا سلام، الله 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 الله، ينطلق على المركز الأول. سلام سلام، تهانينا تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني عودة مع المكسور، عودة مع المكسور، طار وجال هنا مع الأجواء الأخيرة مع انطلاقة شعاره، انطلاقة أيضا احتجاج احتجاج. الله، ولكن بن سلامة ما منا أمان، قادم لا محالة في مسار وتحديات هذا الشوط. يقدم لنا أيضا انطلاقة خطة، خطة يا بن سلامة هنا مع البداية حمد بن علي بن سلامة. الله يا سلام، طارت خطة مع الأجواء الأخيرة، الأجواء النهائية تقدم لنا هذا الأداء المميز، تقدم لنا هذا العرض الأميز والرائع مع خطة. سلام بن سلامة، سلام سلام إلى حمد بن علي بن سلامة، مشكور عبد الله بن علي بن سلامة، أسعد الله مساك على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمالك خطة حمد بن علي بن سلامة الهاجري، والتهني أيضا. وصلوا يا سلام يا سلام، إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، لا تقنع إلا بالقمة ونوايب، لا تقنع إلا بالمركز الأول وأيضا الوصول مع الظبي والإمبراطورة. ولكن الأمتار الأخيرة أمتار الجنون، أمتار الفنون، تحركت نوايب وطار آل نديلة، تحركت نوايب فحركها زيد، وتحركت مشاعري يا زيد، تحركت مشاعري يا زيد. يا بن محسن روحة ما شاء الله عليها وحواليها، بسم الله عليها وحواليها. سلام يا نوايب، سلام. نابها